كشفت الميزانية الأمريكية الجديدة التي اقترحها الرئيس باراك أوباما عن أن اليمن وباكستان حظيا بتركيز أكبر من قبل الإدارة الأمريكية، فقد خصصت الميزانية أكثر من 3 مليارات دولار لباكستان بزيادة قدرها مليارات دولار عن العام السابق. كما ارتفع حجم المعونات الأمريكية لليمن إلى 106 ملايين دولار لعام 2011 مقابل 67 مليونا العام الماضي. وقلصت الإدارة الأمريكية مساعداتها للعراق من نحو 4 مليارات إلى 2.5 مليار. كما انخفضت الاعتمادات المالية الأمريكية لأفغانستان للعام الجاري إلى أقل من 5 مليارات.